معانا على التليفون بروفيسور سير دكتور مجدي يعقوب، منورنا يا فندم. شكرا يا فندم، شكرا. ازي حضرتك اهلا يا وسهلا فندم؟ بحضرتك. كل سنه وحضرتك طيب. العالم الكبير، في لقاء لي قبل كده مع حضرتك كنت بتأكد على أهمية البحث العلمي، فياريت حضرتك تكلمنا على الموضوع ده يا دكتور. بدون شك يا فندم، كل الدول دلوقتي، مش بس الدول النامية، فكل الدول في العالم ليس مصدق. I'm on the radio. Okay, yeah. So من المهم جدا أن كل دول العالم، أهم حاجة دلوقتي في التقدم هو البحث العلمي، والبحث العلمي يكون مرتبط بالشباب، لأن هم الشباب هو قوة مصر في المستقبل. فدي يعني مدينة زويل هي حاجة مهمة جدا 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 للتطور العلمي والأبحاث في كل الجهات اللي مصر والعالم كله يستفيد بيها. فطبعا أنا أحبذ جدا كل اللي بيتعمل في مدينة زويل، وكل التحبيب من الرئيس ومن الشعب، طبعا لأن دولة دي داعمة هو للبحث العلمي بكافة الطرق. بدون شك، لأن هو ده مستقبل مصر، ومن غير بحث علمي فالمستقبل مش كويس. فإن شاء الله تبقى كل حاجة كويسة في المستقبل، وشكرا. دكتور مجدي، أنا كنت عايزة أسأل حضرتك قبل ما نختم مع حضرتك، إزاي البحث العلمي ممكن يحل مشكلات مصر؟ المهم إن يكون في كل المجتمع يعتمد على المعرفة، على knowledge society، فيبقى عندنا مجتمع متقدم جدا، وبعدين كل الناس ممكن إنها تستفاد منها، بس مش في مصر، وفي العالم كله. طبعا. واحنا كنا دايما، مصر كانت كاسم في العالم من ايام قدماء المصريين وبعد قدماء المصريين طبعا، ان كان لنا صوت في العلم. الصوت ده مهم جدا، لان ده بيوري ان احنا ناس متقدمين، وبعدين مش كده بس، وبعدين بنساعد الافراد انهم يبدعوا، ونخلي بالهم من صحتهم ومن أفكارهم العلمية ومن تقدمهم. فالتقدم العلمي مهم جدا، وزي ما قلت إن الرئيس نفسه مهتم بهذا الموضوع، لأنها حاجة مهمة جدا للبلد، ومدينة زويل بتقود هذا البحث المتقدم وتعتمد على الشباب، لأن هو الشباب بتاعنا هو مستقبل مصر. بس الشباب مش هيقدروا يعملوها لوحدهم، عايزين كل اللي اتعمل قبل كده نديهولهم على طبق وهم يجروا بيها. طبعا حاجه مهمه جدا. طبعا، وان شاء الله تبقى ان شاء الله حاجه جميله. وحان الوقت ان شباب مصر ما شاء الله يشارك في هذا التطور العلمي. بنشكرك شكرا جزيلا بروفيسور دكتور مجدي يعقوب، وان شاء الله نيجي نعمل معاك لقاء في اسوان قريبا. شكرا جزيلا، ويسعدني كل يسعدنا ويشرفنا يا فندم. ميرسي لحضرتك.